بحب ارحب بحضراتكم النهارده. انا معاكم دكتور مصطفى حامد، المستشار الطبي لشركه ام دي. انا النهارده جاي اتكلم مع حضراتكم على ثلاث مكونات مهمين جدا جدا في حياتنا، بس للاسف احنا مش مدينهم الاهميه دي زي بقيه العالم كله ما بديهم الاهميه. المكونات دول عباره عن فيتامين دي، فيتامين اي، والاوميجا 3. الثلاثه دول كنا زمان بناخدهم كل حاجه لوحدها، دلوقتي احنا قدرنا ان احنا نجمع الثلاث حاجات دول مع بعض في كبسوله واحده، الكولوسيز. احب النهارده اتكلم على فيتامين اي واهميته لينا، وهل هو فعلا بيأثر على حياتنا؟ هل هو هنختلف في حياتنا لو احنا خدناه بالطريقه الكافيه ولا لا؟ مبدئيا فيتامين اي من الحاجات المهمه جدا جدا لبشرتنا. كتير من الناس بقدر اشوفهم وانا ماشي وانا بقابل حد اول مره ما كنتش عارفه، ممكن احب اديله سن كده في دماغي، فعلا بديله سن اكبر من سنه، ده نظرا لوجود بشرته قدامي فيها تجاعيد، البشره مش صحيه، مش نضره، كل ده بيرجع لنقص فيتامين ايه عنده. طيب بره يمكن لو سافرنا، كل حد سافر بره معانا هنلاحظ ان مثلا ممكن نبص لشخص نلاقيه ان سنه وليكن 55 سنه، لكن انت اول ما تبص عليه تديله اقل من كده بكتير. ليه الكلام ده كله؟ ده عشان خاطر توفر فيتامين ايه في جسمه من اول مكان في بدايه نشاته، وده على فكره ثقافه عندهم. طيب الفيتامين ايه اللي موجود معانا في الكولوسيز بيعمل ايه؟ الفيتامين ايه عموما هو بيولد مواد مضاده للاكسده، ده غير ان هو بيحفز الكولاجين في جسمنا، بيديله الاكسجين الكافي عشان يخلي خلايا البشره نضره معانا. طيب انا دلوقتي هل اكلي ممكن يتوفر معاه فيتامين ايه؟ في فيتامين ايه اكلي وكل حاجه، بس في مشكله برضو معانا انه مش هيديني الجرعه اللي جسمي عايزها كل يوم. عشان كده انا بحاول نظرا لظروف حياتنا، فاست فود، مشاكلنا، ممكن يكون واحد عنده مشاكل، حاجات كتير ما بقدرش احافظ على نظام غذائي معين وثابت، وحتى لو اتبعته مش همشي معاه على طول. فاذا انا بضطر ان انا اخد حاجه ثابته تقدر تدهاني كل يوم اقدر اعوض بيها النقص اللي عندي في فيتامين A. الحاجه دي جرعتها هي قد بالظبط الجرعه اللي انا عايزها جسمي، موجوده في كبسوله الكولوسيز. طيب هل انا بس بشره بس فيتامين A كويس ليها؟ لا ابدا، ده كمان الشعر. كتير قوي قوي من اخواتنا وبناتنا وزوجاتنا ما نيجي عايزين نسرح شعرنا او بنعمل، نلاقي ان في تلف في الشعر عندنا، في تقصف في الشعر، في جفاف في الشعر نفسه، وبالذات ان احنا ممكن يكون ظروف شغلنا، مدارسنا اللي بنروحها، كل دي حاجات بتقدر تخلي الشعر يتقصف معايا بسرعه. فيتامين ايه؟ لا، فيتامين ايه بيديني الزيوت الطبيعيه لفروه الراس، عشان كده بتخلي الشعره فيها ترطيب، خلي الشعره مش جافه. طيب دي بالنسبه ده بالنسبه للبشره والشعر. الاظافر كمان فيتامين ايه مهم جدا جدا ليها، ان ما يحصلش تقصف للاظافر. طيب ده الفوائد بتاعتي بالنسبه للبشره الشعر لكن والاظافر، لكن بصينا على الفوائد الصحيه في حاجه مهمه جدا 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 يا جماعه احنا عايزين نعرفها. احنا اولادنا بيروحوا مدارس، احنا بنختلط مع ناس، الكلام ده كله احنا محتاجين ان نبقى عندنا مناعه. المناعه دي هي اللي بتقدر تخليني اواجه الفيروسات. شايفين العالم كله دلوقتي بيتحرك قدام الفيروسات ازاي؟ احنا عندنا فيتامين ايه من الحاجات الأساسية اللي بتديني المناعة عن طريق إنتاج خلايا كرات الدم البيضاء اللي بتقدر تزود مناعتنا. ده رقم واحد. رقم اتنين، الجلد بتاعنا، سلامة الجلد، ما بيقدرش يخترق البكتيريا أو الفيروسات، فبالتالي بحافظ على نفسي، ما أقدرش أعيا كل شوية. أنا عندي دلوقتي ابني أو أنا أسبوع النهاردة بيبقى عندي مشكلة إن أنا سخن النهاردة، لا بكرة دافي شوية، النهاردة عندي برد، بكرة اسبوع كده واسبوع كده، كل ده نتيجه نقص فيتامين ايه عندي في جسمي. في حاجات برضو بالنسبه لنا فيتامين ايه بيلاحظ ان هو ليه دور كبير جدا بالذات في فوق سن ال 40، ان ملاحظ ان في اكتر من 8 مليون مواطن عندنا مصري عندهم مرض السكر النوع الثاني. انا بالنسبه لي فيتامين ايه بيقلل الاصابه بمرض السكر وبالذات من النوع الثاني، بالذات لان ده يمكن من الحاجات اللي هي
بنتعرض ليها كل ما بنكبر بالسن معنا. ضغط الدم، فيتامين اي بيقلل الاصابه برضو بضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم. عندنا برضو من الحاجات الجميله جدا جدا الموضوع اليوم العالمي للسرطان، كالأقر نسبه السرطان بقت زايده زياده مخيفه صدقوني، كل ده بسبب عدم اكلنا الصحي. فيتامين ايه اللي موجود في الكلوسيز بالجرعه اللي عايزها جسمي بتقلل الاصابه بسرطان الثدي، سرطان القولون، سرطان البروستاتا. دي حاجات بالنسبة للفيتامين إيه، إحنا ما ادينالوش حق فيتامين إيه، لكن أنا أحب أتكلم عن الكولوسيز. هل هو في متناول إيدي إن أنا أجيبه؟ الكولوسيز ده عبارة عن كبسولة زي ما حضراتكم شايفينها كده، كبسولة صغيرة مش متعارف عليه في كبسولة الأوميجا 3 والفيتامين دي والفيتامين إيه إنها بتبقى كبسولة كبيرة، لا دي كبسولة صغيرة أقدر أديها لابني يقدر يبلعها. طب حتى لو معرفش يبلعها أنا بطلع الكبسولة بشكها شكة بسيطة وأقدر أنزل نقطتين منها على الزبادي الموجودين فيها، طبعا على الزبادي على عصير يقدر يشربها ابني اللي معرفش يبلع الكبسولة. بالنسبة لي الشريط اللي زي ده بيقدر حوالي 14 جنيه، يعني أنا بتكلم في تكلفة شهرية إذا كنت باخد كبسولة واحدة في اليوم بيبقى بتكلم في حوالي حاجة واربعين جنيه. صدقوني هي أقل بكتير من حاجات ممكن نصرفها في حياتنا، بس مهمة جدا جدا لجسمنا. بالنسبة لي برضو حابب أتكلم، هل ممكن أن أنا جرع مختلفة أخدها من على فرق السن؟ طبعا أنا عندي مثلا من سن عام أول أقدر أخدها لحد 7 سنين باخد الكبسولة الواحدة، إذا كنتش عارف أبلعها يبقى أنا بفضيها على علب الزبادي أو العصير. طيب بعد 7 سنين لحد سن 17 سنة بقدر أخد كبسولتين في اليوم، أنا بقول كبسولتين في اليوم عشان أنا جسمي محتاج كبسولتين في اليوم. أما بعد سن 17 سنة ممكن أخد كبسولتين لثلاث كبسولات في اليوم. حابب أقول إن أنا لو عندي ضغط، إن أنا لو عندي سكر، إن أنا لو عندي أياً كان، أنا بتكلم في حاجة ناتشورال، في حاجة طبيعية يا جماعة، أنا بتكلم في حاجة مستخرجة من زيت كبد الحوت. زيت كبد الحوت ده مصدر واحد بيتجاب منه بس من فنلندا، عشان كده أنا بقول أنا زي في ألمانيا زي في إنجلترا زي في كل أنحاء العالم نفس السورس نفس واحد، الكواليتي واحدة. حابب برضو أقول مع حضراتكم إن كبسولة الكولوسيز من الحاجات اللي هي ملهاش أي أعراض جانبية، مفيش بالنسبة لنا. الجرعة بتاعتي اللي أنا باخدها هي الجرعة الوقائية، أنا مش محتاج يا جماعة إن أنا أتعب أو أصاب بمرض معين أو أحس بإجهاد في جسمي أو عشان أخد كبسولة الكولوسيز، لا. أنا أحب أقول لك أنت ممكن من دلوقتي تقدر تاخد كبسولة الكولوسيز عشان بكرة، إحنا مش عايزين جسمنا يزعل مننا. أرجو إن ما أكونش أطلت على حضراتكم وأتمنى لكم الصحة والعافية. شكراً. معانا النهارده موضوع مهم جدا وهو موضوع الرجيم، وازاي نتفادى موضوع الرجيم ان احنا بنفقد حاجات كتير جدا فيه، وهو من اهمهم جملنا. ازاي ما يكونش عندنا انيميا، ازاي ما يكونش شعرنا بيقع، ازاي ما يبقاش عندي ان وشي ما فيهوش الطبيعه بتاعته بيبقى شاحب ومش حلو. طب نستعمل ايه ونروح فين ونجيب ايه؟ كلنا بنبقى حيرانين وبنفقد ان احنا حتى التغذيه بتاعتنا السليمه مبقاش عارفين نتغذى كويس. طب نعمل ده ازاي؟ هنعمله النهارده مع منتج طبيعي 100% اللي هو بي سليم. وطبعا معانا النهارده منورانا في الاستوديو خبيره التغذيه الاستاذه ايمان البحيري، وهتقول لنا النهارده ازاي نتعامل مع الموضوع ده وازاي ما نخسرش جمالنا ونحافظ على شعرنا وما يجيلناش انيميا وما يجيلناش حاجات كتير. اهلا وسهلا بيكي النهارده منورانا في الاستوديو. اهلا بيكي حبيبتي. اول سؤال بقى بيقابلنا دايما وهو في ناس عندها كرش،
اللي هي السمنه الموضعيه. ايوه. نتعامل معاها ازاي وبالذات خصوصا فصل الشتاء؟ شوفي يا ستي، اولا في فكره عند الناس ان احنا في الشتاء ده المفروض بنتخن. تمام. دي فكره غلط تماما، لان احنا اصلا في الشتاء جسمنا بيحرق اكتر بكتير جدا من فصل الصيف. ده بيكون عن طريق في عمليه بتحصل جوه الجسم كده اسمها ثيرموجينيسيس، اللي هي ايه؟ اللي هي احنا لما بنحس بالبرد جسمنا بيبقى عاوز يعادل درجه الحراره دي، فبيعمل طاقه، هي الطاقه دي اللي بتحرق الدهون. فانا بشوف ان الشتاء دي فرصه هايله 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 لاي حد عايز انه يخس، عكس الطبيعي اللي احنا نعرفه، عكس اللي الناس كلها فاهمين ان احنا بندخن في الشتاء. واحنا بندخن في الشتاء لسبب تاني خالص، الاكتئاب الخريفي. ده حاجه بتحصل في الجسم كده بين فصل الشتاء وفصل بين الخريف والشتاء. تمام. اسمه الاكتئاب الخريفي. ده بقى اللي بيخلينا اللي هو نعمل حاجه اسمها الايموشنال ايتنج، ناكل كتير ونقعد نرزقها في الشتاء. مش الحاجات اللي احنا عارفينها او العاده اللي احنا عارفينها كلنا، ان احنا بنقعد على السرير ومتغطيين ومعانا اكل او شرب او حاجه. ده في احنا ممكن نعمل ده علشان في ناس فعلا بيبقى عندها الاكتئاب الخريفي ده وما بيعرفوش يسيطروا عليه. نقدر نعمل ده بس باكل حاجات بقى نطلع غلنا بقى في خياره، خس، جرجير، حاجات خفيفه، زبادي. في الاول ان عشان ما نخسرش جمالنا ويبقى الدايت او الرجيم اللي احنا بنعمله مظبوط. الحاجات دي بتعوض الجسم بقى عن اي حاجه بيفقدها وقت وقت التخسيس. طب كلميني بقى استاذه ايمان عن المنتج الطبيعي اللي هو بي سليم. عايزين نعرف اكتر عنه وايه الحاجات المفيده اللي فيه وازاي، ليه اعمار معينه ولا كل الاعمار؟ ده مهم ان احنا نعرفه. بي سليم منتج طبيعي 100%، ما فيهوش اي كيميكلز، ما فيهوش اي مشاكل اطلاقا. كل الفئات العمريه يقدروا ياخدوه بدايه من 8 سنين. امراض اللي هم الناس اللي بتعاني من السكر، من الضغط، من اي امراض بيقدروا يتعاملوا عادي مع بي سليم. ما فيهوش اي مشاكل خالص. مصرح من وزاره الصحه، واخد شهادتين ايزو، ما فيش منه اي مشاكل خالص. مكوناته كلها طبيعيه، في الماده اللي هي قشور السيليوم، في كمان الجارسينيا كامبوج او الجارسينيا، في فانيليا، في اناناس. كل الحاجات دي مفيده جدا 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 في حرق الدهون. وفي كمان حاجه بديله للسكر بس من غير اي سعرات حراريه خالص، دي اللي بتعوض السكر عن الجلوكوز اللي بيفقده برضو وقت الدايت والرجيم. لان احنا جسمنا لما بيدخلوش جلوكوز كفايه وزياده افراز هرمون الانسولين ده بيخلي الحرق صفر. لما الانسولين بيزيد عن المعدل الطبيعي بتاعه، ده بيخلي الحرق بتاع الجسم ما يبقاش بيشتغل يعني في احسن حالاته. فمنتج بي سليم فيه مكون اللي هو بديل السكر ده، ده بيعوض الجسم عن الجلوكوز اللي بيفقده وقت التخسيس. طيب عندي سؤال تاني، لو انا حد بعاني لا قدر الله من اي امراض، سكر، ضغط عالي، اي حاجه، فبتتعاملوا ازاي بقى ان هو ياخد المنتج ده؟ هو ما بيتعرضش ابدا مع مرضى الضغط، بالعكس هو بيقلل لهم، بينزل الضغط، بيخفض الكوليسترول، بيعالج الامساك، يعني بيعالج معانا مشاكل تانية. ومفيد جدا برضو لمرضى السكر من الدرجه التانية. لا ما فيش منه اي مشاكل خالص، خصوصا مع مرضى السكر والضغط والاطفال وكل اي حد ممكن ياخد البي سليم. طب قولي لي يا استاذه ايمان، ايه الامراض اللي بتسببها السمنه؟ يعني احنا عايزين نعرف ايه الامراض اللي بتسببها السمنه. عادي بقى، ما انا عايزين بقى نعرف عشان الناس تبقى فاهمه ده، فتخلي بالها فتاخد منتج طبيعي 100%، تمشي على نظام غذائي كويس، فما يبقاش عندنا مشكله ان احنا نتعرض للامراض دي لا قدر الله. بصي يا ستي، طبعا مشاكل الظهر، مفاصل، في بعض الاحيان السرطانات لما بيكون السمنه زياده يعني، الكوليسترول، ضغط، سكر، كل الحاجات دي بتسببها السمنه. ايوه يعني اي حد عنده سمنه مفرطه تاكدي ان هو عنده حاجه من الحاجات اللي انا بقولك عليها دي، مش حاجه واحده، حاجات كتير. بتقلل الحركه عندنا، فدي بتبقى دي طبعًا. اهم حاجه كمان طبعًا. اول حاجه بنواجهها ان احنا ما بنبقاش عارفين نتحرك طبيعي، ان ظهرنا وجعنا، رجلينا في خشونه في الركب، فدي بتسبب لنا مشاكل كتير. بالزبط. طيب استاذه ايمان، النهارده هتقول لنا، عايزين نعرف منك ايه اجدد او احدث حاجه في عالم التخسيس. هو بصي، البي سليم والماده اللي فيه اللي هي السيليوم دي عامله طفره رهيبه.
هتلاقي بقى كمان المكونات اللي فيه. عندك فيه مكون مهم جدا 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 اسمه الجارسينيا. الجارسينيا ده هتلاقيه داخل في كل ادويه التخسيس الموجوده دلوقتي في السوق, بس يا اما هتلاقي هو في حاجه اسمها ديلي انتيك, الكميه او الجرعه المناسبه اللي المفروض الجسم بيحتاجها خلال اليوم. هتلاقي الادويه الثانيه دي بقى اللي هي انا عن نفسي جربت حاجات منها شنيعه بقى, في بتبقى مليانه كيميكلز فيها في حاجات كتيره جدا, مكونات كتيره جدا بتشتغل على المخ, بتبوظ الاعصاب, بتخلي خلي بالنا طبعا. فبيسلم امن جدا جدا جدا, ما فيهوش اي مشاكل خالص, والمكونات بتاعته والجرعات بتاعتها مظبوطه جدا, معايير مظبوطه, معايير بالظبط. وكنت بتقولي لي ايه الجديد يعني في عايزين نعرف ايه الجديد في عالم التخسيس, يعني ايه الحاجه الاخيره كده ان انت توصلت لها وعرفتيها فنجيبها نقولها للناس طبعا نعرفها. بيسلم خلاصه الخلاصه اللي هو فيه كل المكونات اللي هي هتلاقي كل يعني في كل مكون في بيسلم هتلاقيه في الادويه الثانيه متاخد واحده منها ومحطوط معاها شويه كيميكلز. هتلاقي الجارسينيا محطوطه ومعاها شويه كيميكلز, هتلاقي دي جامعه كل حاجه, راسبيري كيتون برضو متاخد. مش عايزه اقول لك الادويه دي بتعمل ايه, فيها خطوره, خلي بالنا, لازم نخلي بالنا, خليكي عصبيه, مش طايقه نفسك, مش طايقه حد يكلمك, ضربات القلب سريعه جدا على طول, متنشنه, مش مظبوطه, وجسمك بيترعش, ادويه صعبه جدا. لازم الجميل في بيسلم انه طبيعي, ما تحسيش باي حاجه خالص خالص خالص. خليني برضو اوري الساده المشاهدين بيسلم بيشتغل ازاي. بيسلم عباره عن علبه بيكون جواها ساشيتس, الساشيت ده باودر, بنفضيها في نص كوبايه ميه حوالي 200 ملي ميه, وبنقلبها بتتحول, يعني اول ما بنقلبها بتكون ليكويد كده عادي خالص. احنا ممكن نشيل ايدينا من على, ولو سبناها شويه بتتحول لجيلي, بتتقل, بتتقل جدا وبتتحول لجيلي. انا هخلي بقى الساده المشاهدين كمان شويه كده, انا هوريهم هي بتتحول لايه عبال ما نخلص. بتشتغل ازاي بقى, بيشتغل ازاي البيسلم. لما بنشربه بيتحول جوه معدتنا لماده جيلاتينيه, هي دي اللي بتعمل مفعول كانك عامله بالون معده بتنفخ, يعني زي يعني بتنفخ كده, بتنفش في المعده. عارفه بالظبط كده الناس اللي بتاخد الرده بتاخد رده كده وبيشربوا وراها ميه, وكل ما يشربوا ميه كل ما بتنفش اكتر. هو بالظبط البيسلم كده, بس الرده انت ما بتستفيديش منها حاجه. بيسلم بقى هتلاقي حاجات كتيره جدا, في حاجات بتعلي الحرق جدا جدا جدا, في بديل السكر, في الماده اسمها الكروم, في الاناناس, في الجارسينيا, في مواد كتيره جدا, وبتعوض الجسم كمان عن الفيتامينز والمعادن اللي بيفقدها وقت التخسيس. حلو. بينزل ينفش جوه المعده, بيخليكي مش قادره تاكلي حاجه خالص, يعني بعد التخسيس انت شبعانه جدا جدا. اي اكل قدامك مفيش بقى, مش هتحسي بقى ان في اي مغريات اصلا, مش هتحسي بحرمان. حتى لو بعد ما بيروح المفعول بتاعه شويه, يعني بيديكي فرصه برضو بيسلم انك تقدري تاكلي بساعه او باتنين, بس بيبقى بكميات قليله جدا جدا جدا. بيسلم بيتاخد ازاي, بيتاخد الصبح قبل الفطار بنص ساعه. وبرده احنا لما بقى الساده المشاهدين بيتصلوا بيطلبوا بيسلم بيتواصلوا مع حضرتك, التواصل بينك وبينهم او بينك وبين المنتج يعني على طول بيبقى ازاي, وايه الحاجات اللي ممكن نبقى احنا محضرينها مثلا لو احنا حابين نبدا في العلاج او ناخد البيسلم, ايه الحاجات اللي ممكن نبقى. التواصل بيبقى عن طريق الارقام اللي بتظهر على الشاشه. تمام. بيتصلوا بيرد عليهم خبراء تغذيه متخصصين طبعا في يعني عارفين طبعا بقى بيتعاملوا ازاي مع كل المشاكل بتاعه السمنه. بيسالوكي بقى عن وزنك, طولك, سنك, بتعاني من مشاكل صحيه, ايه اكتر حاجه, العوائد بتاعتك, يعني انت عاداتك في الاكل, بتصحي امتى, بتاكلي ايه بالزبط, الحاجات بتشتغلي دي كلها, حركتك قد ايه بالظبط, يعني طبيعه الشغل بتاعتك عامله ازاي, بتاكلي الصبح, يعني بتاكلي وجبات على مدار اليوم ولا لا, ولا بتاكلي بالليل بس, كل الحاجات دي بيسالوكي عنها. بتفرق بقى دي الحاجات دي كلها بتفرق طبعا على اساس ده بقى على اساس وزنك وطولك وعلى اساس الدهون متراكمه في انهي منطقه, بيحددوا لك الجرعه بتاعتك. وبيحددوا لك برضو, في ناس بتبقى عندهم بقى الدهون عنيده قوي او عندهم سمنه مفرطه بقى, عندهم مشاكل وزن كتير عايزين يعني ينزلوه,
ممكن وقتها بيدوهم معاه بقى نقط تعلي الحرق، بيدوهم كبسولات برضو بتزود بيبقى في حاجة إضافية جنب المشروب ده. بس ده بس مش لكل الناس. يعني في ناس بتبقى عندها كام كيلو كده عايزين ينزلوهم، ده ممكن اصلا يمشوا على بي سليم شهر وخلاص كده. اللي هي زي السمنه الموضعيه مثلا، اللي هي الحاجات الخفيفه اللي هي بتبقى انت وزنك كويس ومعدل كتله جسمك مظبوط، بس يعني في ناس اصلا بتبقى معدل كتله جسمهم طبيعي جدا بس عندهم دهون مثلا في الارديه، في البطن، في الذراعات. بنعاني من البطن. هي دي بقى الحاجه اللي الستات كلها بتعاني منها. كل العالم بيعاني. لازم هتلاقي ما فيش حد بيبقى راضي عن جسمه، كل الناس بتبقى عندها مشاكل في حتت معينه. بالظبط كده. مختلفة. بي سليم بيبقى مفيد قوي في الحاله دي لانه ما بيبقاش مؤذي للجسم، ما بيضرش، بالعكس بيفيد. هتلاقي الناس اللي عندها مشاكل في الكوليسترول بينزل لهم الكوليسترول، الامساك بيخلي المعده تشتغل بشكل كويس. فبصراحه واكبر مثال طبعا استاذه ايمان هي قدامكم، وزني مثالي، قوام مثالي، مش محتاجه اي حاجه. مش حد برضه بيبقى راضي عن جسمه. اي حد في بصي اي واحده هتقابليها لازم هتقول لك مش عارفه انا شايفه حضرتك بتاخدي الدواء على طول معانا في الحلقات، فالموضوع ظابط معاكي اكتر. لانه بيفيد يعني بيفيد جدا الجسم، حتى لو يعني انا كده كده طبيعتي ما باكلش كتير قوي. ف يعني لا هو بيفيد اكتر ما بيضر. عايزه اوري برده الساده المشاهدين اتفضل هو وصل لايه. مش عارفه ده اقلبه. بص ده التكتل خالص بقى متكتل عشان يبان حضراتكم بقى جيلي فعلا. ده بقى اللي بيحصل جوه معدتنا، ولو سبناه اكتر بيتقل اكتر، وكل ما نشرب ميه كل ما هينفش. يعني هو اكيد ما بيبقاش الكميه دي جوه بطننا، بس كل ما نشرب ميه كل ما هينفش. خديكي طبعا مش طايقه. طب استاذه ايمان، او انا ممكن دلوقتي لو انا مش تخينه التخن الكتير وهاجي او اخداه مثلا عشان عندي دراعاتي تخينه شويه، عندي البطن عاليه شويه، الكلام ده هو بيشتغل على الحته العاليه بس ولا هو بينزل بصفه عامه؟ بيتجه على الدهون اللي محتاجه تنزل. هو بيتجه على الدهون الموضعيه. اكتر مكان فيه دهون بيروح على البنك بتاعك. بس ما بينزلش الوزن. يعني انا لو وزني مثلا انا مبسوطه بوزني كده بالظبط، بس عندي مشكله في حته ما. فهو هيشتغل على الدهون، على الحته هيدور على الدهون فين هيحرقها. جارسينيا يعني مكون فظيع. هو واضح ان هو مكون كويس جدا. بي سليم حاجه هايله. استاذه ايمان، عايزين نعرف بقى روتين اليوم. ان انا افضل طول اليوم ما اكلش واجي اخر اليوم بقى اقعد اديها بقى اكل من كل الانواع اللي عندي في البيت، اعمل ايه؟ وطبعا دي عاده خطا. اكيد طبعا. لان احنا بالطريقه دي بنبوظ حرق جسمنا. احنا اصلا ربنا خلق لنا يعني اجهزه ذكيه جدا جوه جسمنا. لما بيتعود بقى منك على انك انت طول اليوم ما بتدخليلوش اكل بيعمل ايه؟ تيجي تاكلي وجبتك يقوم واخد منها 20% حرقهم ومخلي لك الباقي دول مخزنهم لك في جسمك. فده حاجه طبعا احنا يعني كارثة. بنعمل كارثه في نفسنا. وده برضو بيعملوه الناس اللي تيجي تقول لك انا ما باكلش خالص وما بخسش وافضل عامله دايت وبعد كده الاقي نفسي اخر الاسبوع ما خسيتش غير 200 جرام فتقوم واكله تاني. بسبب انه بالظبط. لا وغير كده كمان ده بيبقى بسبب انه انت ما بتدخليش لجسمك اصلا حاجه تساعده على ان هو يحرق. سوري. ف ده بيبقى اكبر عامل بالنسبه للناس يعني اللي بيقولوا لك انا ما باكلش خالص 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 وما بخسش. ما انت ما بتخسيش لانك انت ما بتدخليش لجسمك حاجه تساعده ان هو يحرق. جسمك بيقوم واخد اي وجبه صغيره كبيره انت خدتيها ما بيحرقهاش، بيحرق جزء صغير جدا منها بقى على حسب هي الوجبه حجمها قد ايه، حجمها قد ايه او ايه فوائدها، ويخزن لك الباقي في جسمك. فانت هتلاقي نفسك بتتخني ما بتخسيش. والناس برضو في روتين يومي او نظام غذائي يومي نمشي عليه حتى لو بناخد ادويه. النقنقه طول الوقت انا باكل حاجات بسيطه، كل ساعه لازم اكل حاجه صغيره قوي وتبقى حاجات يا ريت تكون ما بتتخنش يعني. واللي بيعمله بقى بي سليم انه حتى يعني في ناس بقى ما بتعرفش تعمل ده خالص وما قدامهاش اي حل. في ناس بتبقى بتشتغل في مواقع ما يعرفوش ياكلوا، ما عندهمش يعني فرصه ان هم ياكلوا. فبيضطر اول ما يرجع البيت يضرب اللي موجود في الثلاجه او اللي معمول على الغداء ولا اي حاجه ايا كان بقى ايه هو صح او غلط. المفروض ما يتاكلش بالليل. يلا. اللي بيعمله بقى بي سليم بيتجه على الدهون اللي هو حوشها لنا دي،
بيتجه عليها ويشتغل عليها بقى. بالظبط كده بالظبط. انت بقى جسمك طول اليوم انت عماله مبوظاله حرقه تماما، هي ملخبطه كل حاجه. فماده الجارسينيا بقى في بيسلم دي بتخش تشتغل على الدهون دي وبتعلي الحرق جدا 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 وبتخلي طب لو احنا بندي لحد سنه صغير فنيجي مثلا ده طفل يعني حتى لو قعدنا نمنعه ونقول له لا كل ده وما تاكلش ده، فيبقى عنده مشكله ان هو حابب ياكل يعني عامله ملوخيه مثلا عامله فراخ الحاجات دي، يعني السن الصغير بيبقى حابب ان هو ياكل. بصي انا ما بحبش الحرمان اطلاقا وخصوصا في السن الصغير ده، يعني حرام، محتاج ان هو ياكل ومحتاج على فكره التغذيه، يعني محتاج الفيتامينز والحاجات اللي موجوده في الاكل دي، فانا ما بحبش الحرمان خالص. يعني انا ممكن اكل كل حاجه وهتلاقي نفسك بتاكلي بكميات صغيره، انت مش هتحسي انك انت محرومه من حاجه خالص، هتلاقي نفسك بتاكلي بكميات صغيره لان هو اوريدي ملالك بطنك. دي حاجه مهمه. انا كل ما بنمشي ونروح لسؤال تاني بنرجع لنفس الموضوع، ما ان هو لوحده هيعمل الوظيفه ان انت مش هتاكل او انت مش هتاكلي. بالظبط بالظبط، هتلاقي نفسك بتاكلي كميات بسيطه جدا جدا من اي اكل موجود قدامك، مش هتحسي انك انت محرومه خالص، وهتلاقي نفسك اخدتي كميه صغيره جدا جدا ومش عايزه تكملي. وبنشكر استاذه ايمان النهارده على وجودها معانا، استاذه ايمان البحيري خبيره التغذيه، وطبعا كلنا نتجه ان احنا ناخد منتج طبيعي زي بيسلم. ونشوفكم في حلقه جديده مع الاستاذه ايمان البحيري، وفي حلقه جديده انتظرونا. سلام عليكم في اخر مزاج.